هل هو خريف فيسبوك؟ في دراسات كل شوية حوالين تقبل الناس لفيسبوك، تقبل الناس لتويتر، تقبل الناس لوسائل الاتصال الاجتماعي. في مركز اسمه إيدلمان، مركز إيدلمان بيعمل مؤشر اسمه مؤشر الثقة. مؤشر الثقة 2018 اللي عمله هذا المركز بيتكلم ان الناس تراجعت ثقتها في وسائل التواصل الاجتماعي، يعني ثقة الناس في الفيسبوك وثقة الناس في تويتر ومجمل وسائل التواصل تراجعت كثيرا هذا العام. يبقى الناس اللي كان عندها ثقة كبيرة قبل كده في وسائل التواصل بتتراجع هذه الثقة طبقا لهذا المركز وهذا المؤشر، مؤشر الثقة 2018. ما نتيجة هذه الدراسة اللي عملها مركز إيدلمان ومؤشر إيدلمان للثقة؟ نمرة واحد، تراجعت ثقة الناس زي ما قلت لحضراتكم في الإعلام الجديد أو وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها زادت ودي مفاجأة في الصحف ومحطات التلفزيون. نتكلم في العالم كله، دي دراسة على الناس في كل مكان في العالم، دول كتيرة جدا دخلت في هذه الدراسة. فالشعوب في العالم تراجعت ثقتها في وسائل التواصل الاجتماعي لصالح ثقتها من جديد في الصحف والمجلات والإذاعة والتلفزيون. يبقى إذن صعود الإعلام التقليدي من جديد وهبوط وسائل التواصل الاجتماعي. نمرة 2 في هذه الدراسة، أقل من ربع الناس، أقل من 25% من سكان العالم بيثقوا في المعلومات اللي موجودة على فيسبوك. أكتر من 3/4 الناس في العالم لا تثق في المعلومات اللي موجودة على فيسبوك. نمرة 3، إن الناس ليه ضد وسائل التواصل الاجتماعي. نمرة 1، إنه مفيش منع للتطرف سواء الفكري أو الديني أو السياسي اللي موجود في وسائل التواصل الاجتماعي. نمرة 2، إن المعلومات اللي موجودة كتير منها معلومات كاذبة. الناس تمشي ورا فيسبوك تلاقي كل الكلام ده مش مظبوط، تمشي ورا تويتر تلاقي الكلام ده مش مظبوط. فالناس بعد شوية فقدت الثقة في أي معلومات على فيسبوك، فده يقول لك ده كلام فيسبوك معناه إنه كلام كاذب وملوش أساس من الصحة. نمرة 3، إنه عدم وجود شفافية. انت مش عارف اصلا مين اللي بيكتب على فيسبوك، مين اللي على تويتر. الناس كتيرة جدا بتدخل باسماء وهمية واسماء ناس تانية، وبتخش باكتر من حساب وتتكلم باكتر من طريقة. فعدم وجود شفافية، ان الناس مش عارفة مين اللي بيتكلم، ده خلى الناس تفقد الثقة في فيسبوك وتويتر وسائل التواصل اكتر من قبل كده. كان في كاريكاتير شهير جدا في مجلة نيويوركر، اتكلمنا عنه قبل كده، انه في كلبين قاعدين على كل واحد فيهم قاعد على كمبيوتر بيتواصلوا على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعدين احد الكلبين خايف شويه ان هو يرد على الطرف الثاني على الكمبيوتر، فالكلب الاولاني بيقول للثاني لا تخف الكمبيوتر لا يعرف، او لا تخف الانترنت لا يعرف انك كلب. الكلام ده خلى ناس كتيره جدا نتيجه عدم وجود الشفافيه، محدش عارف مين بيتكلم، ونتيجة نشر التطرف الفكري والديني والمذهبي والسياسي في كل العالم عبر وسائل التواصل، ونتيجة الأخبار الكاذبة عبر وسائل التواصل، ونتيجة تخريب قطاعات واسعة من المجتمع والخصومات العائلية وخصومات وسط الأصدقاء وسط العمل نتيجة الكلام اللي على فيسبوك، ده خلى ناس كتير تتراجع ثقتها في وسائل التواصل. مركز إيدلمان بيقول مفاجأة إنه في 2017 10% من الشباب صغار السن اللي كان لهم حسابات على فيسبوك أغلقوا هذه الحسابات. يبقى إذن الجيل الجديد اللي هو كان زمان منبهر جدا بفيسبوك وتويتر وسائل التواصل، 10% من الجيل الجديد أغلق حساباته على فيسبوك عام 2017. إذن لدينا دراسة جديدة ليس معناها نهاية فيسبوك ولا نهاية تويتر ولا نهاية وسائل التواصل، وإنما معناه فقدان الثقة تدريجيا في وسائل التواصل الاجتماعي
وتراجع الثقة أكثر من ذي قبل في الصحف والتلفزيون أو وسائل الإعلام التقليدية.